إذا ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في لجنة الاعتصام سعيد عفري، أهلا بك معنا. عقب مرور 3 سنوات على انطلاق فعاليات لجنة الاعتصام السلمي، ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة لأبناء المهرة؟ أهلا وسهلا بكم في قناة المهرية. أهلا بك وشكرا لكم بهذه المناسبة، مناسبة الذكرى الثالثة للجنة الاعتصام السلمي لتأسيس وتشكيل لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة. نعم. بطبيعة الحال من إنجازاتها الكثير. أولا وحدت الصف العام في إطار المحافظة من أحرار وسلطة محلية وجهات مختصة بهدف واحد، وهو الدفاع عن المهرة وجعلها منطقة خالية من أي عبث، أكان ذلك خارجيا أو حتى من ميليشيات داخلية. ولهذا هو نعتبره الإنجاز الأكثر قبولا لدى الجماهير. ثانيا، جعلت من أبناء محافظة المهرة الصوت الحر الوحيد الذي غرد خارج إطار المحافظة بل وخارج الجمهورية، وصل صداه إلى العالم أجمع، لأن هناك أحرار، لأن هناك ناس قياديون يمارسون حقهم الدستوري والقانوني انطلاقا من مبادئهم على التأكيد على المبادئ النبيلة المترسخة في قلوبهم. نعم، إذن هل هناك تعتبر من الإنجازات. نعم سيد عفري، هل هناك خطوات قادمة لاستئناف فعاليات اللجنة في الأيام المقبلة وما هي؟ الخطوات القادمة عديدة والاجتماعات لا زالت مستمرة وقيد الاستمرار بزعامة الشيخ علي سالم الحريزي رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي، والشيخ عبود بن عبود بن قنصيط نائب الرئيس، وكل القيادات والأعضاء. هؤلاء الناس جميعا ومن ضمنهم نحن قد أجمعنا على السير قدما بثبات ودون كلل أو ملل حتى إنجاز الأهداف المرجوة التي تتطلب منها مننا جميعا إنجازها، وهو جعل المحافظة هذه خالية من العبث وخاصة من التواجد الخارجي، كان السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو البريطاني أو أي جنسية أخرى لغرض السيطرة والاستحواذ على هذه المحافظة. هذه الأهداف قادمة بلا شك، وأننا سنمارس تلميتنا بكل ما أوتينا من قوة، لأننا سنعمل بجهد في هذا الإطار ولا زلنا نعمل فيه طيلة من سنوات مضت 3 سنوات. نعم. وحتى الآن سنسير عليها قدما بإذن الله، وصول لله تحقيق الهدف بإذن الله. نعم، إذن القيادي في لجنة الاعتصام سعيد عفري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.